السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome my channel episode 4 Easy way to learn Surah النازعات, verse number 39 to 46 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إن شاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن إن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة،, يسألونك عن الساعة. ايان مرساها ايان مرساها ايان مرساها يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها, إلى ربك منتهاها, إلى ربك منتهاها إنما أنت مُنذِرُهُ إنما أنت من يخشاها من يخشاها من, يخشاها من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا, لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عشية أو ضحاها عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها